إذا قيل ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قوله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقل: إذا كانت الملائكة مع قربها من الله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، إذا كانوا لا يملكون الشفاعة وإنما يشفعون بعد توفر شرطي الشفاعة، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد، فما ظنكم بمن هو دون الملائكة؟ ولذا ذكر هنا كم الخبرية وكثير من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.